ان شاء الله الدرس اليوم راح يكون تطبيق للكومبل تايور اللي كيتشكل من جزئين. راح نقوم بترك الدرس النسخه الاصليه بالانجليزيه في صندوق الوصف. قمت برسم حبضة الإبرة الخاصة بالأمام والخلف. أولا راح نقوم بتسمية هذه الأماكن ب سي اي ثم دي منتصف A على هذا الشكل. الآن راح نقوم برسم الكم. راح نقوم بإعادة رسم هذا الخط. راح نقوم بتسمية هذه النقطة صفر. الآن راح نقوم بحساب حردة الإبط الخاصة بالأمام والخلف معا بهذا الشكل، أي من النقطة B إلى النقطة C. قمت بالحصول على 42.5. تقسيم 3 ناتج 14.06. ابتداء من نقطة صفر راح نقوم بحساب الناتج بهذا الشكل ونقوم بتحديد النقطة 1. راح نصل النقطة 1 بالنقطة 0، ومن النقطة 1 راح نقوم برسم زاوية قائمة بهذا الشكل. أربعتاش فاصلة صفر ستة تقسيم 3 نحصل على 4.6. راح نضيف لها سنتيم واحد، أي 5.6. ابتداء من النقطة 1 راح نقوم بتحديد النقطة 2 بهذا الشكل. راح نقوم برسم زاوية قائمة ابتداء من النقطة 2. أربعتاش فاصلة صفر ستة تقسيم 4 نحصل على 3.51. ابتداء من نقطة صفر راح نقوم تحديد النقطة 3، دائما زاوية قائمة قم برسم خط. النقطة صفر أو E إلى النقطة 3 راح نقوم تسميتها F. على خط 3 راح نقوم تسمية هذه النقطة FP، وهذه النقطة BP. B والسي. راح نحسب مسافة سي إلى اف بي. 14.5 زائد سنتيم نحصل على 15.5. ابتداء من نقطة 3 راح نقوم برسم النقطة 4 بهذا الشكل.
يمكنكم إيصال خط مستقيم. راح نقوم الآن بحساب مسافة بي بي بي. حصلت على 10.5 زائد 0.8 الناتج 11.3. من النقطة 4 راح نقوم بحساب 11.3 ونقوم بتحديد النقطة 5. راح نصل النقطة 5 بأربعة بخط مستقيم. هذه النقطة 6. من 0 راح نقوم بالصعود باثنان سنتيم ونقوم تحديد النقطة 7. من النقطة 7 راح نبتعد باثنان سنتيم على اليمين وكذلك 2 سنتيم على اليسار هذا الشكل. نقطة 8 والنقطة 9 أنا راح نقوم برسم خطوط مستقيمة تمر من النقطة 7 وكذلك من النقطة 8 والنقطة 9 بهذا الشكل. طولكم بالنسبة لي 58.8 راح نقوم بتحديدها من النقطة 1 بهذا الشكل. راح نقوم برسم زاوية قائمة ابتداء من هذه النقطة بهذا الشكل. النقطة راح نقوم بتسميتها 10 11 والنقطة 12. من النقطة 10 راح نقوم بحساب 3 سنتيم نقوم تحديد هذه النقطة دائما زاوية قائمة. راح نقوم برسم خط متقطع هذا الشكل. محيط الإسوارة بالنسبة لي 23 تقسيم 2 نحصل على 11.5 ابتداء من النقطة 10 والإسقاط على الخط المتقطع هذا الشكل النقطة 14. راح نصل النقطة 10 بالنقطة 14 بهذا الشكل. والنقطة 10 بالنقطة 11. من النقطة 7 راح نقوم بحساب مسافة إلى النقطة 10 تقسيم 2 وبتحديدها بهذا الشكل. هذه النقطة اللي تمثل لي هذا المكان بالضبط في الجسم. دائما زاوية قائمة. النقطة 15 يمكن استعمال كيرف لإيصال النقطة 8 ب15 أو خط مستقيم ثم الخروج بنصف سنتيم حتى نحصل على منحنى بهذا الشكل.
نفس العملية بالنسبة ل 15 11 بهذه الطريقة نقوم برسم منحنى. من هذا المكان راح نقوم بالخروج ب 2 سنتيم وراح نقوم بإيصال هذه النقطة بالنقطة 9 بهذا الشكل، ثم النقطة 12 النقطة 5-4 نقوم بتحديد المنتصف ثم راح نرتفع بسنتيم واحد. ثم راح نقوم برسم منحنى من النقطة 5 إلى النقطة 4، المسافة 4-3 راح نقوم تقسيمها على 3 نقوم بتحديد في هذا المكان النقطة 16 ونرتفع ب 2 سنتيم على هذا الشكل، ثم راح نقوم برسم منحنى ابتداء من النقطة 4 مرورا بهذا المكان ثم إلى النقطة 3 بهذا الشكل. بالنسبة ل 3-2 بهذا الشكل نرسم منحنى مقعر. الآن راح نقوم بحساب المسافة BP إلى A، نحصل على 11 سنتيم. راح نضيف لها 0.5 أي 11.5 ابتداء من نقطة 6 نقوم بالإسقاط على الخط 2 بهذا الشكل، نحصل على النقطة 17. راح نصير النقطة 6 ب 17 بخط مستقيم. دائما ناخذ المنتصف ثم راح نقوم بالنزول بسنتيم ونصف، ثم راح نقوم برسم منحنى من النقطة 17 إلى النقطة 6 على هذا الشكل. راح نقوم برسم منحنى 6-9 بهذا الشكل، راح نقوم بإيصال النقطة 5 بالنقطة 14 بخط مستقيم. والنقطة 17 بالنقطة 14 بخط مستقيم. النقطة 18 والنقطة 19 راح نقوم بابتعاد ب 2 سنتيم من النقطة 18 وكذلك من النقطة 19. الآن راح نقوم بإيصال هذه النقط 17 بشكل منحنى وهذه النقطة بالنقطة 5 بشكل منحنى، ثم النقطة 14 بهذا الشكل. راح نصير النقطة 12 بالنقطة 14، وبهذه الطريقة كنحصل على الجزء الأول الخاص بالكم والجزء الثاني الخاص بالكم الطيور. وهكذا يصير شكل الكم الطيور اللي تشكل من جزئين.